مرحبا بكم من جديد بقناتنا على اليوتيوب. اليوم جيتكم بفيديو نتكلم عن هذه الإزارة مال المطبخ أو المولد تريم. مثل ما تشوفون هنا هذه الإزارة تقريبا ماخذة شوية مي فمنفوخة نفشة. فاللي حسويه حرويكم طريقة كلش بسيطة إنه شلون تبدلوها اليوم، شلون تطلعوها، الأدوات حتستخدموها. احتمال تحتاجون ترنفيس عدل لانه مرات هاي التب كلش عريضه ممكن انه تخلوها بسهوله. هاي التول عاده تستخدم لكل انواع الترمز سواء مال المطبخ سواء مال الغرف، تقدرون تشتروها ايضا سعرها مو كلش غالي وكلش مفيده بعمليات القلع، لان بها هاي هذا الجزء اللي عندكم مثلا بسمارت تريدون تقلعوه مجرد انه تخلوه بهذا الجزء وتسحبوه. حتحتاجون هاي التول اللي نسميها جلابتين احنا بالعراق، نيل ريموفر لانه البسامير المستخدمه بهذا المولد هي من نوع ناعم جدا، فجزء منها حيبقى داخل الخشب، فحنستخدم هذه التول على مود نقلعها. اللي حنسويه هسه حنجي نشوف شلون حنقدر نسحب. مجرد انه نسوي لنا جاب بسيطه مثل ما تشوفون، مجرد ما هاي الجاب تتحقق عندنا نبدي نسحب، نشوف وين البسمار عندنا. حاول دائما نسحب من جهه البسمار لانه ما نريد نكسر القطعه، نحاول انه نحافظ على طول القطعه حتى نقص بالضبط نفس الطول مثل ما تشوفون. اصير قريب من البسمار واسحب، وايضا هنا بالنسبه للبسمار الاخير نفس الحاله، احاول انه ارتكز بطريقه صحيحه. طلعت عندي القطعة كاملة، ومثل ما تشوفون المنطقة جواها ساحبة هواية وسخ، والقطعة أصلا من ساحبة مي منفخة، وهو هذا الـ MDF. فهسه حاليا استبدلوا الـ MDF تريمينج الترمز أو الـ مولد كراونز يسموه بنوع من أنواع البلاستيك، وهسه حرويكم أو نوع من أنواع الخشب لكن ليس الخشب المضغوط وهو الـ MDF. اللي حستخدمه هسه حاليا هو هذا النوع من الخشب، او هو نوع من البلاستيك مثل ما تشوفون. هذا مو خشب، هذا بلاستيك حاليا. هذا القالب قالب جدا عملي، ممكن انه تستخدموه القياسات مختلفه من الخشب، من 4 انش اللي هي 4x4 ممكن انه تخلوها هنا وتقصون الزاويه اللي تحبوها، لانه بعض الاماكن تحتاج انه تقطعون بزاويه، فخلي لكم زاويه 22.5 وزاويه 45 وعندكم زاويه 90 اللي هو حتقصون بها. بنفس الوقت عندكم انه بعض المولد اللي حيكون عريض لازم ينقص بزاويه 45، ايضا عندكم هاي الامكانيه هنا. أنا اوريدي قطعت مالتي الاطوال اللي اريدها، لكن حراويكم في نموذج بسيط شلون يصير عمليه القطع. عندنا هاي البنات وهذه الظروف الموجوده هنا على مود نحدد السمك اللي نريده. طبعا بعد ان ناخذ القياس ونجي نعلم الطول اللي نحتاجه، لنفرض بعد ان اخذنا قياس معين وصار عندنا التعليم هنا على سبيل الفرض، نجي نخليها بالمكان اللي نريد نقصها. اوكي، هنا مثلا هنا لانه الخشبه عندي قصيره صارت، فعلى سبيل المثال هنا. اوكي، وهسه مثل ما تشوفون هذا هو منشار اصلا يجي ويا الكت. اوكي، نجي نثبت مالتنا الفتحه اللي خاليها ويا المارك اللي احنا مسوي بهاي الطريقه. اوكي، وتجون تثبتون اذا خصوصا كان عندكم الخشبه طويله او مناسبه، تجون تثبتون البن الثاني وتحصروها، لانه هذا البن مثل ما تشوفون هو مو دائري، صاير على شكل بيضاوي، فممكن انه ويا ما تفروه يحصر لكم الخشبه اللي تريدون تقصوها. هسه اللي تسووه حتجون تخلون المنشار مالتكم بشكل ثابت بالسلاتس اللي هم خالي لكم اياها. بهاي الطريقه، اهم شيء انه تحافظون المنشار بنفس السلاتس من الجهتين على مود يطلع عندكم قطع
بشكل مستقيم. هسه بعد ان انتهينا من قطع الاطوال المناسبه من هذا الترم او المولد، هنجي نثبته باستخدام هذا النوع من البسامير اللي هو جيج 18 1 انش لينث. حتى احافظ على الكاشي راح اخلي هاي الطبقه مع الورق مثل ما تلاحظون. هذا هو شكل المسمار بعد ان ندق. ممكن بالنهاية بعد ان نخلص اي برغي ممكن انه نخليه هنا ونطرقه بالهمر او الشاكوش حتى هذا الراس يدخل للاخير داخل الخشب او داخل البلاستيك. وبهاي نكون قد اتممنا تركيب النيو مولدينج او كراون او ازارة مثل ما احنا نسميها، وهذا هو شكلها. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمون القناة بشير لايك وسبسكرايب حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. تحياتي لكم، نشوفكم فيديو قادم.